جيتكم بمعسلات لشهر رمضان على شكل فقاعات رائعين في المنظر، كيجي ولداد وهشاش وكيدبوا في الفم، بمكونات اقتصادية وغير مكلفة وبدون وراقة عجين. فتابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. بالنسبة لهنايا عندي 500 غرام ديال الدقيق، يعني نص كيلو تاع الدقيق، اكيد الدقيق ممتاز خاص بالحلويات. وعندي كيس من الفاني وملعقة كبيرة ديال السكر غلاسي، يعني السكر بودرة. وبالنسبة لكيس فاني غندير غير نصف كيس، ما كنديرش كيس كامل، كندير غير نصف كيس. وهنا ملعقة ديال السكر بودرة، يعني السكر الناعم. وهنا عندي نصف كيس ديال خمارة الحلوى، ما يعادل 4 غرام، وملح تقريبا نصف ملعقة صغيرة ديال الملح. وكنديرو نصف الساشي، ما كنديروش الساشي كامل، كنديرو نصف الساشي ديال خميرة الحلوى. وكنخلطوا هاد النواشف. وهنا عندي 40 غرام ديال الزبدة، ما يعادل ملعقة كبيرة مملوءة ديال الزبدة، تكون على حرارة المطبخ، يعني ما تكونش باردة بزاف، ما تكونش باردة باش دغيا تخلينا في الدقيق. وكنبسو هاد الدقيق كامل، كنبسو هاد الدقيق. وهندينا ملعقة كبيرة ديال الخل، أي نوعية ديال الخل عندك، وبيضة كاملة. بالنسبة هنا البيض كنخلي واحد شوية باش غتشوفوا في الأخر المهم غنحتاجه في الأخر. وهنا عندي ماء الزهر وعندي الماء. هنا الماء يعني حسب الدقيق، وكنزيدو ماء الزهر على ديك البيضة اللي درنا. انا ضروري كنحلو يعني هاد البيض شويه بشويه تاع المزهر باش يجي ساهل ندخلوه في العجينه ديالنا. بالنسبه للمزهر هنايا كتمزجي بين الماء والماء الزهر، يعني يمكن لك تعجنيها كامل بالماء الزهر او لا تعجنيها كامله بالماء عادي، او لا كتمزجي يعني عينك ميزانك، كديري نصف الكميه ديال ماء الزهر وكتكملي بالماء العادي، وكتبقاي تعجني العجينه ديالك، كتبقاي تضيفي الماء تدريجيا. اكيد خاص العجينه تكون قاصحه، يعني نزيدو الماء غير تدريجيا باش نبقاو مستحكمين على في القوام ديال العجينه. فبالنسبه لهذا النوع ديال المعسلات، فالعجينه كتجي متماسكه، كتجي يعني قاصحة، كتجي تشد راسها، ماشي قاصحة بزاف وماشي سايحة باش تجي سهلة نورقوها. وهنايا غنديروها ندلكوها واحد جوج دقائق حتى لثلاثة دقائق، ندلكوها مزيان، ضروري خاص تدلك مزيان العجينة ديالنا. كنديروها هكا على سطح العمل باش تجينا سهلة ندلكوها. من بعد ما كندلكوها مزيان، هذا هو القوام ديالها كما كتشوفوا البنات، خاص تكون شاده راسها. ومن بعد غنديرها في كيس بلاستيكي، نديروها في كيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح لواحد مده نصف ساعه او اكثر، يعني باش ما خليتيها ارتاحت كتجي احسن. وهنا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه كنحلو العجينه ديالنا، يعني نحلوها بالحلان بالمدلك. وهنايا كنستعنو بالمايزينا، بلا مايزينا ضروري نحلوها بالمايزينا، يعني كنديرو غير واحد كميه صغيره ديال المايزينا وكنطويو العجينه بهذا الشكل بحال المسمن، يعني كنطويوها على شكل بحال المسمن وكنرشوا بلا مايزينا، يعني بالنشا الذره.
بالنسبه لنا هنا العجينه خصنا سهله ثلاثه باش تجيني سهله نحلها. يمكن لك تخليها كامله، يعني تخليها كامله وتشكليها على شكل مسمنه، اولا تقسميها هكا صغار كان احسن. كنديروهم كاملين، انا قسمتها هنا على ثلاثه باش يجيوني هكا مسمنه بحال المسمنات صغار، تجيني سهله تتحكم فيها. دائما الاستعانه بلا مايزينا، وكنغطيو العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت واحد ربع ساعه فقط باش تجيني سهله في الحلان. كنعاودو نحلوها المره الثانيه ونطويوها يعني على شكل مسمنه. صافي، من بعد المره الثالثه كنحلوها، دائما الاستعانه بنشطوره، كنحلوها هكا بالمدلك، يعني نحلو حتى يكون السمك ديالها 1 مليمتر تقريبا، ما نحلوهاش مزيان حتى يبان لينا سطح العمل، نحلوها شويه وصافي. كما كتشوفوا هذا هو السمك ديالها، وهنا غنقطعها بهذا الطابع يعني على شكل ورده. اي طابع متواجد عندكم على شكل ورده يمكن لك تقطعي به هذه الورود. وهذا هو البياض البيض اللي خليت منه، يعني كنخليها واحد شويه باش نلصق هذه الوريدات. كنشدو الوردة الاولى كندهنها ببياض البيض بالاستعانة بالبانسو، وكنديرو على الوردة الثانية على هذا الشكل يعني مكروزين، وكنديرو الوردة الثالثة وكنورقو عليهم باش يلتصقوا لينا مزيان، يعني كنديرو وسط الوردة فقط. بالنسبة للوريدات يعني اللي صوبتها كنغطيها ببلاستيكة، ضروري تغطيو العجينة ديالكم باش ما تنشفش لكم باش يتورقوا لكم عند الطهي. وهاد العجينه اللي كتبقى لكم يعني من بعد ما كتساليو بالتقطاع ديال هاد الوريدات كتبقى لكم العجينه، ما كترميوهاش، كتطويوها وكديروا عاوتاني في البلاستيك حتى كترتاح شويه، وكتعاودوا عاوتاني تحلوها. وهنايا بديت في القليان، كنديروا واحد الكاسروله درت فيها الزيت، يعني هنا درت كاسروله تكون مجموعه باش تجمع لك فيه الزيت يتغطسوا لك فيه الحبات بحال هكا بهذه الطريقه، وكنلوحوهم وكنساعدوهم بشي حاجه. انا هنا درت يعني الراس ديال البانسو، العود ديال البانسو هو باش كنستعن به باش يعاونني، يعني كتحركي ديك الورده حتى كتحلي بهذا الشكل. صافي كتخليها كطيب بوحدها كما كتلاحظوا، فكتجي منفوخه وكتجي منفوخه ومحلوله من الداخل. داكشي علاش قلت لكم الى يعني العجينه ديالكم دائما كنغطيوها باش ما تيبسش لينا، الى يبست فما كتطلعش لينا، ما كيتنفخوش لينا دوك الوريقات بهذا الشكل، كيجيو رائعين في المنظر وممتع. الطريقه ديال الطهي ديالهم ممتعه والعافيه، اكيد العافيه خاصها تكون مهيله باش يطيبوا لك من الداخل. كتستعني هكا بالبانسو او لا شي عود خشب، اي عود عندك خشب تستعني به. فكنطيبوهم حتى كنحصلوا على هذا اللون، يعني لون ذهبي. كنعسلوهم، يمكن لك تخشيهم كاملين في العسل او لا فقط ديري خيط تاع العسل من الفوق انت يعني واللي بغيتي، يمكن لك تغطسيهم كاملين في العسل او لا تعسليهم فقط بهذه الطريقه. بالنسبه لنا انا هنا تزيين، فاستعنت بالفول السوداني يعني الكاوكاو محمر ومهرمش، وهذا ايضا كاوكاو محمر ومهرمش ولونته باللون الاخضر باش يجيني بحال اللون ديال البيستاش، كيجي بحال البيستاش، فهو غا الكاوكاو ملون باللون الاخضر. والاخرين درت لهم يعني لوزات بهذا الشكل، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كانتوما كما كتشوفوا كيجيو مهويين من الداخل، يعني منفوخين ومهويين من الداخل. انا هنايا يلاه عسلتهم، باقي ما شربوش ليا العسل مزيان، ويمتاز عسليهم اللي غيشربوا لك العسل غيجيو رائعين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم وهذا هو المنظر ديالهم، نتمنى ينالوا اعجابكم، كيجي رائعين في المنظر وفي المذاق ايضا، اقتصاديا يمكن ديروهم كمشروع لشهر رمضان فهو مشروع ناجح، كيخرجوا لك واحد الكميه هائله، يعني كميه كثيره في العجينه وحده كتخرج كميه كثيره. بالنسبه لي انا خرجت لي 90 حبه من هذه المعسلات، كما كتشوفوا الطابع عندي شويه صغير فخرجوا كي بهذا الشكل، يعني رائعين في المنظر. انتم بالنسبه يعني تستعملوا اي طابع متواجد عندكم، انت
نتمنى ينالوا إعجابكم وتجربوهم في هذا الشهر رمضان المبارك، وشاركوني آراءكم في هذه المعسلة في التعليقات، وشكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.